مشاهدينا، وهذه العودة إلى الأستاذ كاظم ياور الباحث والمحلل السياسي من أربيل. مساء الخير. مساء الخيرات، حياكم الله. أهلا أستاذ. حياكم الله. هل يمكن القول بأن الموازنة التي أقرت ستفك حالة الاشتباك القائمة بين بغداد وأربيل؟ ولماذا يعاد السيناريو كل مرة على هذا النحو، يبدأ بصراع وينتهي باتفاق لتقاسم الكعكة؟ نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، وحييكم وحيي سادة مشاهديكم الكرام. حياكم الله. بالنسبة لموازنة، في كل سنة عندما يقر هذه الموازنات يكون هناك اختلاف جدا عميق ما بين الإقليم وكذلك حكومة الاتحادية، نتيجة أن كل المشاكل الحزبية الضيقة والتفكير بالمصلحة الحزبية لكل الأطراف المتنازعة على السلطة، سواء كانت في بغداد وحتى في الإقليم، لا تنصب إلى حل مشاكل المواطن العراقي يعني المغلوب على أمره، سواء كان في يعني في محافظات العراقية أو حتى في الإقليم. فتحدث هكذا اختلافات في وجهات النظر لحصص معينة لهذه الأحزاب المتنافسة على السلطة. طيب، هنا الحزبين الكرديين ربما يعني كانت لهم حصة الأسد من الموازنة في كردستان العراق، لكن ما مدى رضا الأحزاب الكردية الباقية عن الاتفاق على الموازنة، وكيف أثرت على مخرجات الموازنة الحالية على كردستان؟ طبعا بالنسبة هناك أحزاب صح أنها معارضة في إقليم كردستان العراق أو ممثلون في البرلمان العراقي، ولكن أعدادهم غير كافية لإحداث نوع من التغييرات جذرية في المعادلة السياسية في بغداد تجاه أربيل. فهذه الأحزاب لا تستطيع فعل عامل سياسي مؤثر في هذه المرحلة. صح أن لديها أصوات يظهرون في الإعلام وكذلك يدافعون عن بعض المطالب الشعبية، ولكن سرعان ما تنتهي هذه المطالب أو هذه التوجهات السياسية عندما يكون هناك اتفاقات البينية بين أحزاب الكبيرة سواء كانت كردية أو الشيعية والسنية في البلاد. فيعني أحزاب الصغيرة أو المستقلون أصواتهم غير مسموعة في البرلمان العراقي. طيب، ماذا عن التنمية والتطور والازدهار في كردستان العراق في ظل الفساد المستشري في الإقليم؟ إلى أي مدى تتحمل الأحزاب السياسية اليوم وصول كردستان العراق إلى هذه النقطة، ولو أنها أفضل من محافظات كثيرة وأفضل من العاصمة، ولكن وفق الميزانيات المرصودة تعتبر أو ليس بهذا النمو أو هذه التنمية الكبيرة؟ طبعا إذا أخذنا نوعية التنمية في إقليم كردستان العراق، صح أن فيها شيء من يعني التطور وتقدم، ولكن هذه في جوانب التنمية التجارية إذا صح التعبير. ولكن المواطن العادي وأكثرية الشعب في إقليم كردستان العراق كذلك لديهم معاناة كبيرة وشديدة، من حيث أن الموازنة الاتحادية لا تصل إلى شرائح مجتمعية في إقليم كردستان العراق بشكل عادل ومتساوي، وكذلك دعم لأساسيات احتياجات المواطن من حيث المحروقات. فمنذ يعني أكثر من 10 أعوام هناك فرق جدا واسع وكبير في أسعار المنتوجات النفطية في إقليم كردستان العراق عن المحافظات العراقية الأخرى. فهذه الأمور لم تعالج حتى في هذه الموازنة الحالية، لا توجد بند ونص ثبتت في موازنة إقليم موازنة الاتحادية أن تكون أسعار المحروقات يعني متساوية في جميع المحافظات العراقية والإقليم، نتيجة أن القانون واحد والدستور العراقي في المادة 15 يقول أن العراقيون متساوون أمام القانون. فأين هذه المساواة في الدعم الحكومي لكل أبناء الشعب العراقي؟ فإذا محاولات كما ذكرت منذ البداية، محاولات حزبية صرفة
لا تؤخذ بنظر اعتبار يعني احتياجات الضرورية للمواطن العراقي في أي محافظة كان. طيب هذا الخلاف على الصلاحيات بين القطبين الرئيسيين في كردستان العراق، كيف يمكن القبول بمثل هذا النمط من الإدارة بثلاثة رؤوس فعليا هي أربيل والسليمانية وبغداد؟ ألا ترى أن هذا التداخل يسبب إرباك في إدارة الإقليم؟ طبعا الإرباك حاصل عندما لا تنفذ الدستور العراقي بحذافيره، خاصة أن العراق يعني نظامه نظام اتحادي، ولكن الاتحادية تفسيرها شيء في بغداد وفي إقليم كردستان العراق بمعنى آخر، فتطبيقات متضاربة جدا، وهذا ما أدى إلى أن تكون هناك هذه الاختلافات أن تضمن، يعني مع الأسف الشديد كان لابد أن اتفاقات أن يضمن في الموازنة العراقية. أصبح الاختلافات السياسية والإدارية مضمنة في المادة 14، خاصة في فقرة الثامنة من الموازنة العامة، فأصبح هناك ثلاثية الرؤوس، وهذه ثلاثية الرؤوس أكيد سوف لن يتفقوا على ما مرر في الموازنة العامة، فتحدث هناك فجوات ومشاكل إدارية ومالية كبيرة ما بين أربيل والسليمانية وأربيل والسليمانية وبغداد. من أربيل الباحث والمحلل السياسي العراقي الأستاذ كاظم ياور، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.